على المباشر صور لوزير الطاقة الجزائري مصطفى جيتوني من فندق الأوراسي وإعطائه إشارة انطلاق أشغال اجتماع الأوبك بالجزائر. في عاصمتها الجزائر المعروفة باسم المحروسة، وأن أشكركم على تلبياتكم للدعوة للمشاركة في الاجتماع العاشر للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لدول الأعضاء في منظمة لوبيك وغير لوبيك غير الأعضاء. إن الجزائر بفضل تاريخها وتقاليدها كانت دائماً تسعى للتقرب وجهود النظر بين الدول الشقيقة والصديقة، فبعد تأميم المحروقات في بداية السبعينات انعقدت بالجزائر في سنة 1975 أول قمة للأوبك لملوك ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول لوبيك، التي صدر عنها الإعلان الرسمي الأول بالجزائر، وقد تبعت هذه القمة عدة اجتماعات للمنظمة في كل من الجزائر ووهران، كانت كلها ناجحة. واليوم نلتقي مرة أخرى في إطار هذا الاجتماع الموسع الجد هام للجنة المتابعة الوزارية المشتركة بين الأوبك وغير الأوبك. وبهذه المناسبة يسعدني أن أرحب بكم مرة أخرى في الجزائر، ونحن نحتفل بالذكرى الثانية الاتفاق الجزائر التاريخي الذي تم من خلاله في 28 سبتمبر 2016 وضع أسس إعلان التعاون بين الأوبك وغير الأوبك، والذي اعتمدته 25 دولة منتجة للبترول. لقد شككوا الكثيرون في البداية في قدراتنا الجماعية على تنفيذ هذا الاتفاق وعلى التصرف بفعالية للتخلص من المخزون الزائد وإعادة التوازن للسوق البترولية، غير أننا أثبتنا قدراتنا الجماعية على العمل بالمرونة والحكم الراشد. وعليه فإن أشغال لجنة المتابعة الوزارية المشتركة وهيئاتها الفنية هي تعبيرا لهذا الحكم الراشد الذي يعطي للسوق البترولية رؤية واضحة وشفافة، خاصة حول مستوى الشهري للعرض ل 25 دولة موقعة. أصحاب المعالي، أيتها السيدات أيها السادة، يعتبر إعلان تعاون نجاحا باهرا وتاريخيا، واليوم فمن المصلحة المنتجين المستهلكين والصناعة البترولية الاستفادة من أطاره الإيجابية والضمان انتقال مرن من أجل عدم زعزعة الاستقرار الحالي في توازن السوق. كما علينا أن ننظر سويا في السبل والوسائل الكافلة لمواصلة تعاوننا وفي الحفظ على أسس الحوار المستمر
بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في الأوبك، وكذلك بين البلدان المنتجة والمستهلكة. في الختام، أرحب بكم مرة أخرى في بلادكم الثاني الجزائر. أتمنى كل النجاح لأشغالنا. أشكركم والسلام عليكم.